حساب الصنعات التقليديه الفوطه والمنديل هذه الصنعه ديالنا ديال المناروز مولاي عبد السلام بن مشيش اقليم العرائش دائره مولاي عبد السلام جماعه بني عروس قياده بني عروس وانا جيت نشارك في هذا المعرض معرض مزيان خرج الحمد لله ناجح 100% لا نسى ورجال فيه انايا انا وولادي كاملين بالنساء ديالهم بالرجال ديالهم كل شيء نخدمه وانا هو اللي علمتهم يخدموا الصنعه حسب انا عييت اليوم اللي خصني عاود نخلي الخليفه ان شاء الله لا دراسه باليد انا نغزلوا هذا الشيء بيدنا ونخدموه بيدنا وولادنا عاود يخدموا والنساء ديالي معاود من اللي جاو تعلمتهم هذه الصنعه والله ما نخدموا في الصنعه ديالنا ولا احنا جينا هنايا باش نبرزوا المنتوج ديالنا اللي هما جلالب قفاطن تكاشط وكنشكروا الغرفه ان منحتنا هذه الفرصه هذه باش نزيدوا نعرفوا المنتوج ديالنا وهاد الصناعه اللي كنديروا والحمد لله كاين واحد الاقبال كبير على هذا المعرض اللي داروا لنا كاين الناس يعني بمناسبه السنه الجديده وراس العام والجاليه المغربيه يعني كاينه هنايا في المغرب الحمد لله كاين واحد الاقبال كبير اقليم الدريوش حنا تنتواجدوا في هذا المعرض ديال الصناعه التقليديه المنتوجات الحرفيه كامله تتول والصراحه يعني تنتشرفوا بزاف بهاد الوجوه يعني اللي ضيفونا وشرفونا يعني في هذا المعرض وحنا متواجدين هنا احنا بالنسبه للمنتوجات ديالنا احنا تنشتغلوا على التربيه ديال النحل وانتاج العسل ومشتقاتها حنا لي برودوي ديالنا سون تا باز دو فروي ناتوريل اي دو شوكولا كنستعملوا ان شوكولا بيج بحال مثلا هنايا عندنا دي تروف لي مصايبين ا باز دو فرامبواز دو سيترون كاين حتى لي كو اخرين كاين بيستاش كاين القرقاع كاين النوا كاين لورانج كاين بزاف ديال لي بات دو فروي كاين مثلا هذا الثمن المجهول حتى هو معمر بدي بات ناتوريل ديال لي فروي كاين الاناناس حتى هو اللي عاد جديد عاد دخلناه كاين لورانج سيشي عندنا بزاف ديال 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 الانواع اللي هما جدادين في المارشي كاين مثلا هادو سي دي بو دو شوكولا حتى هاد لو شوكولا عامر بالكراميل كي في ميزون لي بات كاين بحال لا فيغ لو سيترون لورانج سي فريمون كنحاولوا نخدموا على دي فروي ناتوريل سون سكر سون برودوي اديتيف ممثلة التعاونية النسوية للإبداع نتكلموا على الإبداع في مجال التغذية الكسكس البرودويات الأنواع ديال المكملات الغذائية والحمد لله بالنسبة اليوم للجيل اللي طالع ولا يعني كاينه واحد التوعية للتغذية الناس عرفوا الفوائد ديال المنتوجات الماضي بالحاضر يعني ان كنخدموا الكسكس بالانواع تقريبا شي 65 نوع كاينه المكملات الغذائيه بحال زميته التشعير الشوربه ديال العدس يعني عدد المنتوجات اللي كاينه تقريبا 61 نوع ديال المنتوجات وجينا لمدينه طنجه تبارك الله يعني الناس رحبوا بهذا المنتوج ويعني عجبهم المنتوج كاين الاقبال عليه ونشكروا الصناعه التقليديه اللي قامت بهذا المعرض احنا هنا في المنطقة ديال فحص أنجرة أنا الأصل ديالي من مدينة الداهر الجميلة وحنا دخلنا ندى الصناعة هادي ديال العجف دخلنا نعدلوا الشاشية والقفة والطباق دابا ولله الحمد هذه من 2017 لهنا طورنا المنتوج ولله الحمد كل شيء باين بلا ما مشينا يعني انشر كاين السيكان ديال البحر كاين السيكان ديال الخروج كاين القفاز كاين جميع الديكورات الشواشي عاود كذلك متنوعين
الطبقه عاود كاين متنوعين كاين كارتيراج كاين جميع المنتوج.